سلام تسليمة وفاء يا من بعد وفاء سلام لك يا مدني وكل عالج يا شاعر المخلاف معك انت خلف باسم العد ونعتني عز المناهج سلام تسليمة وفاء يا من بعد وفاء سلام لك يا مدني وكل عالج يا شاعر المخلاف معك انت خلف باسم العد ونعتني عز المناهج سلام تسليمة وفاء يا من بعد وفاء سلام لك يا مدني وكل عالج يا شاعر المخلاف معك انت خلف باسم العد ونعتني عز المناهج سلام تسليمة وفاء يا من بعد وفاء سلام لك يا مدني وكل عالج حياكم الله اهلا وسهلا ومرحبا سلام تسليمة وفاء يا من بعد وفاء سلام لك يا مدني وكل سلام تسليمة وفاء داعي العوارج يا اهل الشيم واهل القيم وعلوم دارجه بين القبائل وسلام لك يا مهدلي يا صاحب الوفي من صفع الخوة وعد تقدير ينقفي شعارها الوفاء جينا يا ابو قاسم حسب خوه مشرفه واللي كمثلك ما بحثنا عن معرفه فينا ومننا جينا يا ابو قاسم حسب خوه مشرفه واللي كمثلك ما بحثنا عن معرفه فينا ومننا ما كنا كلا عتودي صبي العوارجه والعرق هذا الليل تدارج موارده لجلك يا مهدلي قدمت من صف لها البيضة تنشرة أقلهم من هو تكلم والمعشرة خلفوا لها الدوي ما يفتوك قدمت من صف لها البيضة تنشرة أقلهم من هو تكلم والمعشرة خلفوا لها الدوي عصابتي ونفتديهم ما تقهقرة وباركك تعداد براق ومنبرة وإعداد ما يكون باسمي وباسم الصف من داعي العتاودة باسمي وباسم الصف من ربع العتاودة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله تعلمون ونعلم الخلوي والعتودي واحد في الأفراح أسأل الله أن يديمها وفي الإطراح الله يبعدها عنا وعنكم وعن جميع المسلمين على داعي كرامة يا أبو قاسم وصلنا في هذه الليلة الوجيهة الذي تراها ولا يربطها إلا الأخوة والقدر والمعزة والتقدير في شخصك الكريم وفي ولا يهون عموم العوارج والخلاوية وصلنا طال عمرك من قرية أهالي العرق وينوم الصفنا كلا من الأخ إبراهيم محمد شوبعي برغليسي من الشديد والأخ حسين مروي حواف الرقواني من أبو العشر والأخ أحمد عبد الله من دام من قرية منشفة كلنا برسمه قدام اسمه يا ابو قاسم تقديرا لك فان عندنا عطاء ونعطي الله فان كثر هذا العطاء فانت تستاهل والله العظيم انه قريب في حقك وقدره مبلغ 5000 ريال وهديه عينيه مقدمه من الاخ عبد الله يحيى الدواء لك يا مهدي وهديه عينيه عباره عن بشت مقدمه للشيخ عرار باسمي يا ابو راشد ونيابه عن ربعي ونعتذر عن قصور إن كثر عطانا فأنتم تستحقوه وإن قل فأنتم ثوب ساتر وجاه عظام وتنظرون عن قصور الله يحييكم جميعا والله أنا ودي أرحبك يا أبو راشد أنت من على ساقة كيل الصباح عطاك وافي وأنت ما يحتاج أخ وصديق ودرع جنبه ودفر باسم قبائل السادة الخلاوية وتوابعها أرحب بكم فردا فردا والله إني ما أبغى بيني وبينكم تمييز الله يحييكم عطاكم سمين وصفكم وافي مجمل والله يحييكم وانتم ضيف يا ابو راشد